مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل سلسلة شرح السمول جروب لمادة النيرفس سيستم. وصلنا الى سيشن 2، سمول جروب سيشن 2. اوكي، فبالبداية راح نحل هذا السمول. اوكي، اول سؤال شنو يقول؟ يقول on this diagram، تمام، of the brain color on the label those area supplied by the anterior, middle, and posterior cerebral artery. Okay. شنو الفكرة من عنده؟ الفكرة إنه أنا عندي ال شو اسمه؟ يعني عندي البراين. Okay. هذا البراين شنو اللي راح يغذي؟ راح يغذي arteries. Okay. شنو هن الarteries اللي راح يغذينا؟ عندي أنا anterior وعندي middle وعندي posterior. Okay. فهذا anterior cerebral artery، تمام. شنو الجزء اللي راح يغذيه؟ راح يغذي الجزء اللي هو الجزء الميديال مالت الفرونتال لوب وجزء البارايتال لوب. هذا هو شو اسمه انتيرير. شوف شنو اللي راح يغذيه، هو هذا الاصفر اللي هو الانتيرير مالت الفرونتال، وبعد شنو عندي جزء منين من البارايتال لوب. نجي المن الى الميدل. الميدل ايش راح يغذي لي؟ راح يغذي لي السيربرال هيمسفيرز. شوف هذا هو المكان مالت من مالت الميدل. البوستيرير ايش راح يغذي لي؟ راح يغذي لي هو جزء مالت من مالت الاوكسيبيتال اللي هو جزء الخلفي. زين، السؤال اللي ورا شو يقول؟ يقول وات از ذا كاروتيد شيث. كاروتيد شيث هو عباره عن شلون الجيب. اوكي، هذا الجيب منين متكون؟ متكون من فاشيا. اوكي، زين، بداخل هذا الجيب شنو راح القى؟ راح القى كاروتيد ارتري. اوكي، انترنال كاروتيد ارتري، انترنال جوجلر فين، والفيغاس نيرف. ذن يمكن هن راح القاهن بداخل الكاروتيد شيث. زين، السؤال الورا يقول which artery يغذي لي السباينال كورد. هذا هو السباينال كورد، شنو الارتريات اللي راح يغذينا؟ اوكي، السباينال كورد راح يغذينا يعني two types of artery. اوكي، او اكثر من تايب، او هن يعني المين اللي هن الانتيرير. اوكي، الانتيريور سباينال ارتري اللي هو واحد، واثنين بوستيريور. زين، الانتيريور ايش راح يغذي لي؟ هذا هو الانتيريور، ما اعرف موجود، اي هذا هو الانتيريور سباينال ارتري. ايش راح يغذي لي؟ 2/3 من السباينال كورد. اوكي، بينما البوستيريور راح يغذي لي 1/3. شوف هسه هاي المنطقه بالاصفر، هاي ثلثين وهاي ثلث. اوكي تمام. زين، هسه يب. اوكي زين، هسه خلصنا هذا السلايد، سولفنا عن اللي راح يغذي لي الدماغ ثلاث ارتريات اللي هن انتيريور وميدل وبوستيريور سيربرال ارتري، سولفنا عن الكاروتيد شيث، ومن اللي راح يغذي لي السباينال كورد. اوكي، اللي بعده يقول which is what are the consequences of blockage of the cerebral artery. السيربرال artery وين موجود؟ موجود بالدماغ. إذا صار بيه فد embolism معين، أو إذا صار بيه فد blockage معين ونسد. أوكي، من راح ينسد شنو ممكن إنه يصير؟ تمام، اللي راح يصير من الممكن إنه المريض يصير بيه stroke. أوكي، ينقطع الدم. من راح ينقطع الدم إيش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه اسكيميا. أوكي، من راح يصير بيه اسكيميا ممكن انه يديد المريض، ممكن انه يصير death. زين، شنو تعريف الفاسكولار ان الهيموريج ستروك؟ عندي نوعين من الستروك، عندي فاسكولار ستروك وعندي هيموريج ستروك. شنو الفاسكولار شنو الهيموريج؟ فاسكولار انه يعني شلون نقول انه البلاد سبلاي، الجزء من الدماغ ما راح يوصل. اوكي، يعني راح ينسد الوعاء الدموي. اوكي، فراح ينقطع الاكسجين والنيوترينت. بينما الهيموريج لا، هذا البلود فازل ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه ربشر، بحيث ينفجر ويبدا ينزف دم، راح يصعد الضغط، ومن راح يصعد الضغط راح يصير عند الشخص هذه تروما. زين، بعد يقول السؤال اللي وراه what type of blood artery arterial venous mixed characterized in the epidural hemorrhage subdural hemorrhage subar كينويد هيموريج. أنا عندي إبيديورال وعندي سبديورال وعندي سب أركينويد، ثلاث مناطق.
ثني المناطق شنو بيهن؟ نجيهن وحدة وحدة. نجي إدمن إلى إبيديورال. الإبيديورال تكون فوق الديورال، أوكي، وهذه المنطقة إيش راح تحتوي؟ راح تحتوي على آرتري، خاصة عندي منو الميدل منينجيال آرتري. لذلك الشخص اللي مثلا يوقع على منطقة البتران راح يصير عنده نزف بالميدل منينجيال آرتري، هذه المنطقة راح يصير بيها هيمورج، فيكتب لي طبيب إبيديورال هيمورج. بينما بالسب ديورال هاي بالفينوس، أوكي، بينما بالسب أركينويد، أوكي، يعني هذه المنطقة يكون النزيف مالتها شنو؟ شرياني، أوكي. زين، ليش يصير هذا النزيف الشرياني؟ لأنه السيربرال مالت الدماغ راح تتمزق، هاي السيربرال الفوق مالت الدماغ ايش راح يصير بيها؟ راح تتمزق، فيصير عندي هذا النزيف الشرياني اللي هو السب أركينويد هيمورج، أوكي. زين، نجي للوراها. يقول بالمحاضرة، طبعا احنا هواي ذكرناها، يقول عندي فتشي شي يسمونه كريكل اوف وولز، اوكي. زين، هاي الكريكل اوف وولز من اللي راح يكونها؟ اللي راح يكونها هو الفيرتبريال ارتري، اوكي، ينجمعن والبيزلر ارتري والسيربرال ارتري البوستيريور مالته والانتيريور مالته والميديال مالته والكوميونيكيتنج ارتري البوستيريور والانتيريور، ذن كلهن راح يكونن لي السيركل اوف وولز. زين، السؤال اللي ورا شو يقول which imaging procedure would you be most usable in diagnosis aneurysm of the cerebral artery. قلنا ان السيربرال ارتري راح تكون لي سيركل اوف وولز، مرات انه هي راح يصير بيها فت هيموريج، يصير بيها فت انيوريزم، يصير بيها فت امبوليزم. الفكره انه انا شلون ممكن انه اشخصها؟ ممكن انه اشخصها بالام ار اي، او ممكن انه اشخصها بالسي تي سكان، او من الممكن انه اشخصها بالدي اس اي. اذا التقنيات اقدر انا اشخص من عندهن، اوكي. زين، بعد السؤال اللي بعده يقول on the diagram circle the position of the veteran and the plot the course of the middle meningeal artery. اوكي، انا عندي منطقه البتران، اوكي، البتران وين واقعه؟ الواقعه بالضبط بين العظام اللي هي الفرونتال والبارايتال والتمبورا والسفينويد، اوكي. بهاي المنطقه راح يمر عندي الميدل مننجيال ارتري وراح يروح لمنطقه الابيديورال. زين، شنو الكومبوزيشن اوف ذا سيربرو سباينال فلويد؟ اول شيء هذا السي اس اف منين متكون؟ هو عباره عن سائل، هذا السائل كلير، اوكي. ومنين متكون؟ متكون من مواد، من ضمنها مي، بروتينات، جلوكوز، ايونات، تمام، ذن كلهن هن مكونات السي اس اف. زين، يقول how and where is it produced، يعني وين مكان انتاجه. اول شيء هذا اللي راح السي اس اف راح ينتج بالكورويد بلكسس، اوكي وين؟ مالت الفنتريكل، مالت البراين، يعني البراين مو بفنتريكل، اي، وهاي الفنتريكل راح ينتج من عندها هذا السي اس اف، اوكي، خاصه هو اللاترال فنتريكل، تمام. زين، يصير ده اعاده امتصاص، اوكي، عن طريق شنو؟ الاركينويد، تمام، اللي هي تكون بشكل بلايات، تمام، بالديورال هي راح يصير لها اعاده امتصاص، فلازم انتاجه وامتصاصه يعني متساويات حتى ما يصير عندي ضرر. زين، اخر سؤال يقول انه what is a communicating hydrocephalus او non communicating hydrocephalus. الهيدروسيفالاس هو عبارة عن تجمع فلويد، تجمع CSF، مرات يكون communicating مرات يكون non communicating. شلون يعني؟ شلون communicating؟ معناته انه CSF يعني شلون نقول انه انتج ودا يتحرك بحرية بالبطينات، طبيعي كل شيء ما بيه، تمام، بس هو شنو؟ متجمع، تمام، يعني الخلل بالامتصاص. بينما نون كوميونيكيتنج انه انتج وانحبس بالفنتريكل ما طلع، اوكي، فما راح يصير له كوميونيكيتنج ويا الفنتريكل الباقيات اللي هم جوارينه، اوكي. لهنا خلص هذا السيشن السمول جروب مالته، اتمنى يكون سهل وواضح، وان شاء الله تكونوا مفتهمين بكل اجزائه. شكرا جزيلا.